ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. هنحل مع بعض اسئله على شابتر 1 و 2 و 3، كل شابتر لوحده من ملزمه اسلام 3. نبدا باول سؤال، وبيقول لنا organization has been defined as. الorganization تعتبر ايه؟ a group of people who work together. دي صح، طبعا هو group of people وبيشتغلوا مع بعض، زي ال neighborhood association اللي هي شراكه ال neighborhood، او ال charity او ال union او ال corporation. هي الحته دي مش علينا، بس دي امثله، هي فعلا group of people that work together. يبقى ال answer بتاعتنا هي ايه؟ تمام. طب a person considered alone. لا، ما تبقاش شركة. ازاي considered alone؟ يبقى ال answer B غلط. طب answer C a collection of elements and components that are organized for a common purpose. ممكن نقول common purpose دي اللي هي زي الجول، ماشي، لكن هي collection of elements. لا غلط، هي group of people او group of individuals، مجموعة من الأفراد أو من الناس. all of these. لا، ال answer بتاعتنا هي ايه؟ بعد كده question 2 بيسألنا what's organizational behavior. هل ال organizational behavior is the study of how individual customers, groups or organization select, buy and use, dispose of ideas. ملهاش علاقة خالص، dispose of ideas والكلام دوت ويشتروا ويستخدموا ملهاش علاقة. طب ال organization behavior ده study بتاع how to manage human capital. ال human capital ديت ليها حاجات تانية غير ال OB. ال OB ده بيدرس التفاعل ما بين الناس في الشركة، فاحنا محتاجين ترابط ما بين الناس والتفاعل ما بينهم. طب ال organizational behavior ده the study of how people behave within groups. لان دايما ال organization فيها groups، واحنا بنشوف التفاعل ما بين الناس ديت في الجروبات. يبقى ال answer بتاعتنا هي C. بعد كده question 4 بيقول لنا OB is the study of not in the organization. هي study بتاعت ايه؟ animal behavior. لا طبعا مش animal behavior. boss behavior. لا customer behavior. لا، بيدرس ال human behavior. صح، احنا بندرس السلوك بتاع البشر الموجودين في ال organization. بعد كده question number 5 importance of organizational behavior as below. أهمية ال organizational behavior. developing interpersonal skills يساعدك انك تطور من مهارات ال interpersonal اللي هي زي leader اللي يعزن ال figurehead. بتطورلك من المهارات دي لانك بتتعلم انك تطور من نفسك او تتعامل مع الناس اللي حواليك في ال organization بتاعتك. sharpening and refining our decisions and actions. بتحسن وبتقوي. sharpening يعني بيزيد حدة، وهنا معناها اللي هي بتقوي، وريفايننج يعني يثبت. our decisions and actions بيساعدنا ان الديسيجنز بتاعتنا تكون احسن والاكشنز بتاعتنا تبقى احسن. personal development بتساعدك على تطوير الذات. and understanding of others through organizational behavior بتساعدك انك كمان تفهم الناس التانية عن طريق ال organizational behavior. صح، all of these دي صح. يبقى الانسر بتاعتنا هي دي. طيب question 6 which of the following not the forces of organizational behavior. مين في دولت ما يعتبرش عامل من عوامل ال organizational behavior؟ لو فكرت فيها كده structure يعني نظام هيكلي للشركة، اكيد في نظام هيكلي للشركة. طب social system نظام اجتماعي، اكيد في نظام اجتماعي. طيب في people، طبعا في people. هل ال sports اللي هي الرياضات عامل من عوامل ال OB؟ ملهاش اي علاقة بال sports. يبقى ال not the forces of organizational behavior هتبقى C. بعد كده question 8 organizational structure primarily refers to. الهيكل بتاع ال organization ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن التناسق ما بين كل حاجة في الشركة. فنيجي نقرأ كده الاختيارات distribution of the resources توزيع الموارد. لا ملاش علاقة. طيب ال office location الموقع بتاع ال office ملوش اي علاقة. how activities are coordinated and controlled ازاي بنتحكم وبننسق كل الانشطه اللي موجوده في الشركه. دي صح. the policy statement developed by the organization اللي هي النظام بتاع القوانين اللي موجودين في الشركه. لا ملهاش علاقه بالكلام ده، لكن هي ليها علاقه بالactivities. بعد كده question 9 بيقول لك who is called the manager. مين المانجر؟ المانجر دوت بيحط خطط للorganization، بيبقى بيحط حاجات ان احنا الناس اللي شغالة تنفذها وتحققها له. ف
فبيقول لك a person that provides something needed such as a product or service. الشخص دوت المانجر هو اللي بيبروفايد البرودكت او السيرفيس؟ لا، ممكن الناس اللي شغالين. طب someone who accomplishes goals through other people، دي ممكن تبقى صح، نعتبرها صح. ال answer C بيقول لك an individual that purchases another company's goods or services، اللي بيشتري المنتجات بتاعت الشركات التانية. لا، هو بيبيع او بيستفاد، يشتري منتجات لشركات تانية. a person that provides something needed such as a product or service، هي نفس الانسر بتاعت ايه وغلط. يبقى الانسر بتاعتنا الصح الوحيدة اللي هي شخص بيحقق اهداف عن طريق ناس تاني، الناس دلت اللي هي شغالة تحتيه، بيقول لهم يعملوا 1 2 3 علشان يحقق اللي هو عايزه. بعد كده question number 10 بيقول لك the study and practice of how to manage individual and group behavior in business, government and non-profit settings is referred to as. هو اساسا ده اللي احنا بندرسه، ازاي نمانج الانديفيدوال والجروب بيهيفير، ازاي ندرس البيهيفير بتاع الناس في البيزنس، في الجوفرمنت، في النون بروفيت سيتنجز اللي هي الشركات الغير ربحيه، از ريفيرد تو از. ندرس السلوك هتبقى ايه، هتبقى انترنال. الكلمه اللي احنا ما خدناهاش دي اساسا لا. الساينتفك مانجمنت لا. اندستريالايزيشن لا. الانسر بتاعتنا هتبقى بي اللي هي اورجانيزيشنال بيهيفير. بعد كده question 11 بيقول لك management as a process was based on trial and error with little or no common body of knowledge or theory and no sharing of ideas and practices. مين اللي كان بيبقى فيه الكلام دوت؟ مين اللي كان فيه trial and error؟ مين اللي كان مفهوش common body of knowledge؟ مين اللي ما كانش فيه اي sharing لل ideas وال practices بتاعته؟ مين اللي كان مقفول وشكله قديم قوي؟ اللي هو كان قديم، اللي كان قديم ده امتى؟ كان before 1900. الانسر بتاعتنا ايه؟ بعد كده question number 12 بيقول لنا time and motion studies to come up with a maximum output at a minimum effort through the elimination of waste at the operational level. ال time and motion study دي اول لما تعرفها الشخص اللي عملها اسمه فريدليك تايلور. طب فريدليك تايلور ده كان موجود في انهي stage من المانجمنت؟ الساينتفك مانجمنت. يبقى الانسر بتاعتنا هي السي، وكان عامل التجارب او الدراسات بتاعت التايم موشن ستادي ديت عشان يطلع لك ماكسيمم اوتبوت باستخدام مينيمم ايفورت. بعد كده عندنا question number 13 the general progression of research at Hausruhn is grouped in four phases. هو بيسأل على الفور فيزز بتوع Hausruhn studies. كان عندنا حاجات experiments بتأثر على الفيزيكال انفايرمنت، فدي صح. عندنا حاجات برضو بتأثر على الوركينج كونديشنز، ودي صح برضو. كان عندنا حاجات بتأثر او بتحدد لك الوركر اتيتيودز اند فيلينجز، فدي صح برضو. كان عندنا حاجات بتحدد لنا او بتعمل اناليسيس للسوشيال اورجانيزيشن، ودي صح. يبقى الفور دولت كلهم صح، يبقى all of these. بعد كده question 14 بيقول لك a structured social system consisting of groups and individuals working together to meet objectives. ايه اللي فيه الكلام دوت؟ ايه اللي موجود بيبقى بشكل منظم واجتماعي وبيتكون من الجروبات ومن الافراد اللي بيشتغلوا مع بعض عشان يحققوا اهداف؟ هي الorganization طبعا. بعد كده question number 15 organizations are based on the interaction and coordination among people to accomplish their goals. الorganizations ديت مبنية على التفاعل والتناسق ما بين الناس المختلفة عشان يحققوا هدف. يبقى ده عبارة عن ايه؟ الناس شغالة مع بعضها علشان تحقق هدف، ده بيبقى اسمه اللي هو العمل الجماعي group effort. بعد كده question number 16 بيقول لك individuals are assembled into organization for a reason or a goal. بيقول لك ان الافراد بيتجمعوا في الorganization عشان هدف او سبب معين. السبب او الهدف ده بيبقى اسمه ايه؟ هو ده اللي عايزه، عايز اسمه goal accomplishment. يبقى الانسر بتاعتنا الصح هي C. بعد كده question number 17 بيقول لك refers to the study of attitudes and behaviors of individuals, groups and organization. اول لما تشوف behaviors تعرف على طول اللي هو بيتكلم عن الـ OB. ما طالما behaviors يبقى الـ OB organizational behavior. الانسر بتاعتنا بي من غير ما نكمل. فلو كملنا برضو هو بيقول الصفات والناس
اللي هي السلوك بتاع الافراد والجروبس اللي في الاورجانيزيشن عشان يساعدوا انك تطور الاورجانيزيشن performance and effectiveness. بعد كده question number 18 is the process of interconnecting the world's people with respect to the culture, economic, political, technological and environmental aspects of their life. المفروض دي انتوا عارفينها. Interconnecting the world's people لما كنا بنقول بشكل عام اللي انت عايز كل الناس تبقى زي ليها ايه تواصل وريفرنس للحاجات اللي لها علاقة بالكالتشر بتاعتهم بالايكونومي بتاعهم بالبوليسي بالتكنولوجي بالحاجات اللي متعلقة بحياتهم. الكلام دوت كان تحت عنوان اسمه globalization. تمام، مادة المانجمنت محتاجة حفظ شوية. تمام، فانت لو حفظت هتقدر تحل كويس. بعد كده question number 19 بيقول لك responding to employees need for flexibility. لما انت عايز تستجيب للflexibility اللي الemployees عايزينها عملوا ايه؟ عمل flex time programs، صح، عملوا idiosyncratic work arrangements. الflex time programs اللي هو العامل او الشخص اللي بيشتغل بيختار المواعيد المناسبة ليه في الشغل، عايز يشتغل مثلا بالليل، عايز يشتغل بالنهار، عايز يشتغل في الوقت اللي هو عايزه، الشغل بيبقى مرن. طب الـ idiosyncratic work arrangement دي اللي قالك benefit both sides، الشخص اللي بيشغل والشخص اللي شغال، فبيبقى الاتنين مستفيدين. دي الـ idiosyncratic work arrangement. طب الـ voluntary reduced work time programs اللي انت بتقلل من وقت الشغل بتاعك بس بتقلل من المرتب بتاعك في نفس الوقت، لكن دولت كلهم كانوا موجودين في تحت العنوان دوت. يبقى الانسر بتاعتنا هي دي. بعد كده هنخش على شابتر 2 بيقول لنا ايه هو البرسبشن دوت. بكل بساطة البرسبشن ده اللي انت بتشوف كل حاجة حواليك، تبدأ تترجم المعلومات اللي حواليك بتعمل لها ايدنتيفيكيشن. تيجي نقرأ كده الاختيارات، مكتوب لنا هنا the organization identification دي مهمة جدا انك بتعرف، و interpretation انك بتترجم the sensory information. تقوم هتعلم على دي صح وتقوم تختارها وتبص على السؤال اللي بعده غلط. لازم تقرا بقيه الاختيارات، هتلاقي هنا حتى في دي بيقول لك اي ان بي، اول لما تلاقي حاجه بيقول لك all of these او اي ان بي او اي ان سي، اي حاجه لازم تقرا كل الاختيارات لان ممكن يبقى في اختيار تاني صح. نخش على الاختيار اللي بعده بيقول لك is the process by which individuals receive information organize and interpret the sensory impressions give meaning to their environment. هي العمليه اللي الافراد بيستقبلوا فيها معلومات وبينظموها وبيترجموها لكل الحاجات اللي هم حسوها في البيئة اللي حواليهم وبتديلهم معنى للبيئة اللي حواليهم. ده اكيد perception برضو. يبقى الانسر بتاعتنا صح هي A and B. تمام، C can make you understand someone، بتخليك تفهم شخص ما، الاصح الكلام دوت. تمام، لكن هي بتخليك تفهم المعلومات اللي حواليك مش تفهم الناس. تمام، تفهم الناس ده حاجة تاني. بعد كده عندنا question number 3 بيقول لك for example vision involves. الفيجن ده عبارة عن ايه؟ حاجة بتقدر اللي هي strike the retina of the eyes، تقدر اللي هي تخبط حدقة العين بتاعتك. ايه هو اللي بيخبط حدقة العين بتاعتك بيخليك تشوف؟ هو اللايت. هتيجي هنا بس انت تبص على كل الاختيارات دي مش هتلاقي هنا لايت ولا هنا لايت، واكيد مش all of these. الانسر بتاعتنا الصح هي الوحيدة بي. طيب لو كملنا، نقط is mediated by odor molecules and involves pressure waves. لو انت مش فاهم الحتة بتاعت mediated by odor molecules، هي ذرات زي بتتفاعل مع بعضها كده بتخليك تشم، فهي ما لها علاقة بالسمل. واللي بتتضمن pressure waves موجات المضغوطة ديت اللي هو الصوت متعلق بالهيرين. في الغالب السؤال ده مش زي ده مش هيجي في الامتحان. بعد كده عندنا question number 5 بيقول لك what is the refer of the word vision. كلمة vision دي بتدل على ايه؟ بتدل على انك بتشوف حاجات، بتقدر انك زي تعرف الحاجات اللي قدامك. لما تقرا كل الاختيارات دي هتلاقي perception can be associated with taste ملهاش علاقة بالتست، which help us gather and notice information about different scents that may be of people or other things. هي ملهاش علاقة بالانفورميشن اللي بتتيجي من عن طريق الاحساسات المختلفة. It has a strong influence as we see the object. ليها تأثير كبير عليك لما بتشوف اي حاجة. هي فعلا الرؤية. يبقى دي الانسر بتاعتنا الصح اللي هي C. طب listening؟ لا،
يعني ملهاش علاقة بالليسنج. بعد كده بيقول لنا perception involves. perception من الحاجات المهمة جدا فيها زي كلمات زي organization زي identification زي interpretation، فملهاش علاقة ب encoding اللي هو فك التشفير، detection اللي هو انك تكتشف حاجة، هو مش تكتشف حاجة، هو معناه اللي انت بتركز وبتدق على حاجة معينة، ملهاش علاقة. و alarms اللي هي تنبيهات، ولا ال interpretation؟ لأ هي ال interpretation فعلا. طب how many senses do scientists recognize؟ دي حاجة احنا عارفينها من زمان طبعا، بس انت ممكن تقرا هنا السؤال وتتلخبط متبقاش فاهم هو بيتكلم عن ايه. هو بيتكلم بكل بساطة عن الحواس الخمسة اللي كل العلماء عرفوها. ايه هي؟ كام حاسة عندنا؟ عندنا 5 حواس. يبقى الانسر بتاعتنا الصح هي سي. what sense do we adapt to the fastest؟ ادي واحدة من دولت بنتعود عليها اسرع، دي مالهاش علاقة بالمنهج بتاعنا. how sensory information is interpreted and consciously experienced؟ ازاي sensory information انت بتقدر تحس بيها وتقدر انك يعني ازاي تختبرها؟ هي عن طريق البرسبشن، الادراك هو اللي بيخليك تعمل كده. بعد كده question number 10 بيقول لك perception can be defined as. perception ده ممكن يبقى ايه؟ ادراك. الادراك ده زي ما قلت من العلامات بتاعته لان يبقى في كلمة interpretation، يبقى في كلمة identification، يبقى في organization. فالانسر ايه؟ بيقول لك how we perceive different things، ازاي اللي احنا بنستقبل حاجات مختلفة. طب ايه الحاجات المختلفة دي؟ ما لازم يقول لك how we perceive information. لو perceive information تبقى صح، بس different things مش منطقية او هنا ما تنفعش. طب الانسر بتاعت بي how we interpret information، زي في كلمة interpret دي خليتها صح from the external world، ازاي بتستقبل معلومات من العالم الخارجي، دي صح. طب how we sense things from the external world دي ممكن تبقى صح برضه، بس ديت اصح، بي هي الأصح، يبقى الأنسر بتاعتنا هي بي. بعد كده question number 11 بيقول لك the process of combining, integrating and interpreting information about others to gain an understanding of them. الحاجة اللي عن طريقها بتقدر انك تجمع معلومات عن الناس اللي حواليك عشان تفهمهم، دي حاجة احنا كنا واخدينها من ضمن ال3 حاجات اللي احنا كنا واخدينهم ورا بعض، اللي كانوا بيتكلموا على ازاي تتعرف على الناس اللي حواليك. كنا واخدين حاجة اسمها اللي هي السوشيال بيرسبشن، وكنا واخدين البيرسونال ايدنتيتي والسوشيال ايدنتيتي. في سؤال على كل واحد فيهم، الانسر بتاعت 11 ديت اللي هي سي، السوشيال بيرسبشن معناه الادراك الاجتماعي، انك تدرك الناس اللي حواليك اجتماعيا. بعد كده بيقول لك who a person is as identified in terms of his or her membership in social groups. الحاجه اللي انت بتقدر تعرف بيها على شخص معين عن طريق اللي هو membership in a social group. أني حاجة هي اللي كده؟ دي بتبقى حاجة عامة، الصفة العامة وأنا كنت قايل عليها بتبقى اسمها social identity. طب الحاجة اللي بتبقى خاصة بتبقى اسمها personal identity، هتلاقيها هنا في question 13 بيقول لك the characteristics that identify a particular individual. الحاجة اللي بتعرف فرد معين، فرد بعينه particular individual، اسمها ايه؟ اسمها personal identity. بعد كده هنخش على أسئلة chapter 3 question number 1 What is the definition of learning؟ ايه التعريف بتاع التعلم؟ هل التعلم ده the process of acquiring new understanding, knowledge, behavior, skills, values, attitudes and preferences؟ صح. طب is the relatively permanent change in behavior occurring because of experience؟ هو فعلا permanent change ممكن يأثر فيك عن طريق الخبرات. is the process by which individuals receive information, organize and interpret؟ لا ده اسمه perception، يبقى دي غلط، يبقى هي A و B اللي هي answer D. بعد كده question number 2 بيقول لك the form of learning in which people acquire new behaviors by systematically observing the reward and punishment given to others. اول لما تشوف كلمة observing يبقى هي على طول observational learning، الناس بتراقب وبتشوف ايه الحاجات اللي بتتعمل ممكن تديلك جوائز، وايه الحاجات اللي بتتعمل ممكن تديلك عواقب. بعد كده عندنا question number 3 بيقول لك the form of learning in which people associate the consequences. الناس بتعلق لا اللي هي النتائج بتاعت الاكشنز بتاعتهم بالاكشنز ذات نفسها، يعني نتائج الاكشن بالاكشن themselves or learning through reward and punishment. فهو زي يجرب وشاف النتائج، ده نوع تاني من التعلم، وما فيش غير نوعين من التعلم، قلنا الاوبزرف اسمه observational learning، التاني كان اسمه ايه؟ كان اسمه operant conditioning. يبقى الانسر بتاعتنا هي ايه. بعد كده question number 4 بيقول لنا refers to relationship between one's behavior and the consequences of that behavior.
لما شخص بيشوف السلوك بتاع الفرد والنتائج بتاعته، وكانت مكتوبة جايها كده بالظبط في الكتاب، بيبقى اسمها ال contingencies of reinforcement. الانسر بتاعتنا هي دي. بعد كده question number 5: the process through which responses that are no longer reinforced tend to gradually diminish in strength. الحاجات اللي هي responses اللي قلت عليها تعتبر هي ال behaviors that are no longer reinforced، اللي لا يتم تعزيزها بشكل نهائي، بتميل اللي هي تبدأ تقل. دي كانت ايه؟ دي كانت ال extension. طيب بعد كده بيسألك هنا: the process by which people learn to perform the acts that lead to desirable pleasant outcomes. الحاجة اللي بتخليك تنفذ الحاجات اللي بتخليك اللي بينتج عنها desirable أو pleasant outcomes هي ال positive reinforcement. بعد كده عندنا question number 7: decrease in undesirable behavior because it leads to undesirable consequences. الحاجات اللي انت بتقللها علشان بتؤدي الى نتائج غير مرغوب فيها، دي بيبقى اسمها ايه؟ اسمها punishment. بعد كده: the process by which people learn to perform acts that lead to the removal or undesired events. اولا هنا السؤال ده فيه غلط، هي مش perform، هي المفروض avoid. تمام، العملية اللي الناس فيها بتتجنب الاكتس اللي بتتؤدي الى الحاجات الغير مرغوب فيها، الاحداث الغير مرغوب فيها، تبقى اسمها ايه؟ بتبقى اسمها negative reinforcement. بعد كده عندنا question number 9: is the process of systematically administering punishments. administering punishments على طول هي discipline. طب انا حافظها ازاي وانت المفروض تكون حافظها اساسا؟ انت عندك نوعين من الحاجات اللي لها علاقة بالادارة، اللي هي ازاي نخلي الناس تمشي كويس على الحاجات اللي احنا بنعملها لهم او يمشي بشكل ايجابي. فكان في نظامين، في نظام اسمه ديسبلين، في نظام اسمه او بي مود. ديسبلين يعني الانضباط، فلما تلاقيه بيقول لك systematically administrating punishments يبقى هو قصده ديسبلين. لو لقيته بيقول لك systematically administrating rewards هتبقى الاو بي مود. هيقول لك هنا في السؤال اللي بعده اهوت Number 10 بيقول لك: is the practice of altering behavior in organization by systematically administering rewards. قال لك rewards تبقى ال OB mood. عشان كده احفظها، discipline معناها انضباط، انضباط بيتم عن طريق ال punishments، لكن ال OB mood بيبقى ال rewards. بعد كده question number 11 بيقول لك: it is the systematic application of positive reinforcement principle. هو ال application بتاع ال positive reinforcement. مين ال application بتاع الكلام دوت؟ هو الـ OB mood، وكانت مكتوبة لازم تبقى حافظها. بتوريك كل الـ settings والـ purpose of raising desirable organizational behavior، بتساعدك انك تسود من السلوك المرغوب فيه في الـ organization. بعد كده what is disciplinary measures continuum، هي دي كانت مكتوبة كده تمام في الملزمة بتاعت احمد حسام، بس عندنا في المنهج اسمها الـ stages of progressive learning. تمام، دي كان اسمها كده عندنا في المنهج، هي تمام. وفي الغالب لما تجيلك في الامتحان هتجيلك كده. يبقى لا، هنيجي نقرا كده الاختيارات، الحاجات اللي موجوده في الستيجز ديت. هل talk to employer about the problem؟ دي موجود. oral warning، written warning، coach employer about the problem. تقوم ماشيين بالترتيب كمان، هتلاقيه بيقول لك نفس السؤال تاني، بعد كده هسألك على نفس السؤال تالت، وكل الانسرز بتاعتهم ايه باختصار هو عايزك تراجع هنا، وهم مرتبهم لك من اول ستيج لاخر ستيج. اول ستيج عشان تفتكروا كده الستيجز، عندنا ستيج اللي اسمها ايه؟ talk to employer about the problem. بعد كده عندنا oral warning، تحذير الشفوي. بعد كده written warning، تحذير مكتوب. بعد كده coach employer about the problem، بنوديه زي كده ايه، نجيب له حد يفهمه الشغل بيمشي ازاي او يتعامل معاه مع المشكلة ويساعده في حلها. بعد كده provide special in-house services to help employees، بتوفر له خدمات خاصة بيه هو. بعد كده send employees on formal training، بتبعد الموظف لتدريب رسمي. بعد كده transfer employees to different departments، بترسله لقسم مختلف. بعد كده intervene into situation، تيجي انت كمدير وتقف عليه وتبدأ تقول له اعمل كذا بالطريقة الفلانية وتنك واقف عليه طول اليوم، فانت دخلت في الموقف في الحاجة اللي بيغلط فيها برضو لسه بيغلط،
with the employee in probation، حط ال employee في المراقبة. withhold a portion of merit pay، بتاخد جزء من الحوافز او اللي هي الفلوس الزيادة اللي بياخدها على المرتب بتاعه نقص منها. بعد كده suspend without pay، وقفه عن العمل من غير اجر. بعد كده termination يعني ترفضه من الشركة. بعد كده عندنا هنا question number 15، what are principles for using discipline fairly and effectively؟ الشروط اللي انت لازم تمشي عليها علشان تحقق الحاجات بتاعت الديسبلين ديت بشكل عادل وفعال، دي هي الخطوات ديت. ازاي تحققها بشكل فعال وعادل؟ عن طريق انك تدليفر punishment immediately after undesirable response occurs، صح، تنفذ البانشمنت على طول اول لما الاندزيرابل يحصل. بعد كده punish undesirable behavior not person، انت بتعاقب السلوك اللي غير مرغوب فيه مش الشخص. punish everyone equally for the same infraction، لازم يبقى في عدل ما بين كل الناس وبتعاقبهم بنفس الكمية. clearly communicate reason for punishment while show dignity and respect، بتعرف الشخص اللي بتعاقب دوت هو بتعاقب ليه بطريقة بتظهر له فيها كرامة واحترام ليه. صح. do not follow punishment is not contingent towards minimize the pain of punishment، ما متخليش بعد البانشمنت يبقى فيه اي rewards عشان تقلله من البين بتاع البانشمنت. دي صح ورد، يبقى if اللي هي all of these. بعد كده question number 16، learning is not، learning عبارة عن ايه؟ a relatively permanent change، حاجة بتغيير مستمر او دائم نسبيا، يبقى هو تغيير دائم نسبيا. وكان مكتوبة كده in behavior occurring as a result of experience، بيحصل نتيجة للخبر، دي صح. temporary change، لا غلط، هي مش temporary، temporary هي مؤقت، لا هو دائم، يعتبر دائم بشكل نسبي. synonymous with improvement in performance، يعتبر حاجة متعلقة او هيها ال improvement in performance، لا هي متعلقة بانك بتتعلم حاجة جديدة. based on the fact that our behavior results in positive or negative consequences، ملهاش علاقة. ولو انت قاري التعريف فانت عارف اللي هي فعلا بتبقى permanent change او relatively permanent change. الانسر بتاعتنا هي ايه؟ بعد كده question number 17، when people repeat actions that have positive effects and do not repeat actions that have negative effects they are demonstrating، الناس لما تنفذ الاكشنز اللي بتجيب لك positive effects وتبدأ توقف الحاجات اللي بتجيب لك negative effects، دي كانت موجودة في اني واحدة فيهم؟ دي كانت موجودة فيها في الـ operant conditioning. لكن الـ observational learning بتعمل observe يعني بتراقب، لكن هنا انت فعلا بتقرر الحاجات الكويسة والحاجات اللي متنتجاش نتائج كويسة بتبدأ انك تبدأ ما تقررهاش. بعد كده عندنا question number 18، Mona learns that she can avoid a fight with her supervisor by not taking too long a coffee break. This is an example of. لو بصيت كده على شيت الإجابات بتاعت الملزمة ديت هتلاقي اللي هي مكتوبة ايه؟ مكتوبة punishment. البانشمنت دوت اللي change بتاع البيهيفير اللي بيحصل بتاعك علشان بيؤدي الى undesirable consequences، وفي الغالب بيبقى عقوبة وبيبقى تهديد. لكن هنا ده بيقول ان الشخص بيتعلم، ولما بيتعلم ده معناه ان هي حاجة متعلقة اما بالpositive reinforcement يا اما بالnegative reinforcement، يبقى هو بيتجنب، مطالما هو بيتجنب يبقى negative reinforcement مش punishment. بعد كده question number 19، the form of learning in which people acquire new behaviors by systematically observing and rewards and punishment given to others. هو نفس السؤال يعتبر اللي احنا كنا واخدينه المرة اللي فاتت، اللي هو ايه؟ بيقول لك observing اللي انت بتراقب، rewards والpunishment تبقى لها علاقة بايه؟ تبقى لها علاقة بالobservational learning. بعد كده عندنا question number 20، بيقول لك the most severe type of discipline before terminating an employee is، الحاجة اللي في الديسبلين اللي قبل اللي انت ترفض الامبلوي. لو انت مش فاهم سيفير مش لازم، بس سيفير معناه شديد، ايه اشد حاجة من بعد او قبل يعني الترمينيتنج في الخطوات او في الستيجز. اللي قبل الترمينيتنج انك بتعمل حاجة اسمها suspend without pay، انك بتوقف عن العمل من غير ما تديله اجر، يبقى الانسر بتاعتنا هي سي. كده نبقى خلصنا حل على الثلاث شباتر، بالتوفيق يا شباب.